نتواصل مع أمير كوجك وكيل المهرجان. مساء الخير أمير. أستاذ نبيل ازيك، أخبارك إيه؟ إيه الأخبار؟ استعديتوا للمهرجان ولا لسه؟ إحنا بنستعد بقالنا تقريبا من سنة، حاضر المهرجان بالكامل. عايز أقول المهرجان ده هو رسالة إنسانية كاملة. مهرجان بيأكد دايما إن ذو القدرات والهمم مش مجرد بس أفراد في الحياة عايشين نخصهم بعض الأمور زي أي حد، لا دي موهبهم قوية جدا. لذا المهرجان خصص إن هم يكونوا عندهم الطاقة في إنتاج الأفلام وتمثيل الأفلام ذات نفسها، موهبة مطلقة قوية جدا نتخرج من ذو الهمم الطاقات الإيجابية القوية. مستر فادي لويند الراجل العظيم، ثواني هقول لك الراجل العظيم ده فعلا بجد خد الفكرة. طبعا هو أب وراعي جدا لابن كريم وده الطفل من ذوي القدرات. من هنا ألهمت الفكرة ومن هنا بدأت الفكرة، لما يكونش مهرجان سينما دولي على مستوى عالي لذوي القدرات ويطلع منهم الطاقات القوية دي فعلا قدام الناس. ليه بنبص لهم بصة أقل إن هم ما عندهمش القدرة إنهم يتمثلوا قدام التلفزيون أو الإذاعات؟ فالراجل بدأ الخطوة الأولى السنة اللي فاتت والسنة دي دورة الثانية يا رب خير. معاك عايزة أقول لك نجوم اف ام مصر عاملة شغل عالي جدا يا أمير، وأنت طبعا المدير بتاع الإذاعة دي، ومحطة بقت قوية وثابتة نفسها على أرض الواقع، وبنتين من عندك من القناة، واحدة مذيعة واحدة بتقدم شعر وأقباط، خلينا نقول إن هم أقباط، واثنين مرشحين لجائزة تكريم قوية جدا باسم شيرين أبو عاقلة. عايز اقول الاثنين اولا يحملوا كل الطاقات والايجابيات كامله، عندهم اكتر من كده كمان. من خلال الاذاعه قدرنا نشوف المميزات القويه دي عندي عز عدلي كشخصيه. اي نعم هي بتلقب نفسها باسم الربع، شايفه نفسها انها ربع بني ادم، لكن بالفعل هي اكبر من كده بكتير. كان دايما تقول لك انا اتنمر على نفسي احسن من الناس تتنمر عليا، دايما كده بتجهز نفسها لنظرات الناس. تغلبت تماما على زملائها وسط النجوم على الريد كاربت ايام مهرجان فرانك فوني السنه اللي فاتت، وكل الكاميرات ركزت معاها وكل النجوم ركزوا حسوا فعلا ان البنت دي طاقه ايجابيه، هي مدتهم بالطاقه نفسها. انت ما قلتش يا امير انك يعني تتحدى حاجات كتير، وان انت تاخد بنتين من ذوي الهمم الخاصه ويكونوا معاك في الراديو. عايز اقول لك لما جينا نطلع المهرجان المنسق المهرجان القرية السينمائية والفرانكوفوني في الأول رفض، قال لي صعب ده حركة النجوم على الريد كاربت صعبة وسريعة من قناة للقناة مش هتلحق حتى هم يتكلموا. لكن اتضح عكس كده، أنا طلبت منهم أرجوكم بعد إذنكم هيطلعوا زي الإعلاميين حقهم وهيديروا الحوار مع النجوم. في الأول اترفض الموقف، بعد كده قال لك نفكر، بعد كده قال لك خلاص اطلع. ولما طلعت الوضع اختلف تماما، هم واخدين سكسيت كاميرات بالكامل ان هم فعلا النجوم. قال لك بس هي دي الناس اللي فعلا نستحق قد ايه اقف قدامهم. انا عندي الدكتوره ميرفت ابو عوف من وسط الحوار الست الطيبه دي نزلت على ركبتها ربع ساعه عشان تبقى في متساوي عزه، وهي قاعده على الكرسي قدام المايك ربع ساعه قاعده بتتكلم معاكم. ايام الشتاء شويه كان الجو دخلنا تقريبا في 10 اخر 10، فقعدت ربع ساعه على ركبتها بتعمل حديث بالكامل. استاذه جميله الهام شاهين نفس القصه، قالت لها انا جاي لك انت مخصوص، كان بيديلي الحوار هتسمعوه ان شاء الله هيوزع منه جزء على المهرجان في روما باذن الله. باذن الله. تقول لها انت بتسالي احسن مني ومذاكره اكتر مني. البنت عندها طاقه قويه جدا، اداء عالي جدا، عزه فعلا اثبتت الكلام ده. الناس دي جواها كتير مستخبي. احنا لما بنشوف الطاقات دي يا امير بنعرف ان في امل، يعني مش بس مهرجان الامل، لا في امل بعد كده ان الشخصيات دي تثبت وجودها وتكون على الساحه والناس كلها تلتفت ليهم، ونشوف اللي كنا مش متوقعين ان هو يخرج منهم اي شيء، لا بيخرج منهم شغل كويس جدا. عايز اقول لك الايام الجايه باذن الله برضو معانا، عايز اتكلم عن ديميانا. ديميانا صوت قوي شاعره بمعنى الكلمه. احنا هنجيبهم معانا ان شاء الله، يعني الحلقات اللي جايه هيكونوا ضيوف معانا اكيد، يعني ده اكيد باذن الله بعد تكريمهم وتتويجهم باهم جايزه واكبر جايزه عندنا، وهي جايزه الشهيده شيرين ابو عاقله. شيرين ابو عاقله هي تعتبر هي رمز النضال
الاعلامي، ودول يعتبر في حاله من النضال الاعلامي والجهاد الاعلامي، وده فعلا هم قدوا وعندهم قدره قويه جدا. نفسي فعلا بجد كل المنصات الاعلاميه وكل القنوات تهتم ان يكون من ذوي القوه والقدرات دول مكانه قدام برنامج معين. ما نحطهمش يا جماعه على الهامش، للناس دي كبيره قوي بجد. الامل موجود اكيد. اكيد مستر فادي فعلا حقق الهدف ده وبيكمل فيه. مستر فادي على فكره، مستر فادي قال لنا على الولد الثالث اللي هيتكرم، اللي هيتكرم. هو اتكلم على الطرف الثالث. طب كويس بجد يعني. عشان انت كنت يعني مش عايز تتكلم، بس هو صرح باني في الولد الثالث مهند هيكون معاكم على الريد كاربت. يس طبعا مهند عماد طبعا ده صوت قوي جدا وحاز على قوه واداء قوي جدا على المسرح قدام سياده الرئيس. سياده الرئيس بيدعم الفكره من بقاله 3 4 سنين، مهتم جدا بذوي الهمم بجد، بيغير وبيحاول يساعد. وبناء عليه الناس التفتت الى ذوي الهمم الخاصه، يعني الناس ابتدت تبص الناحيه دي برضو نتيجه لان الرئيس حط عينه وقال يا جماعه نعمل لدول حاجات علشان يقدروا يعيشوا وسط المجتمع. عايز اقول للرئيس ما زال حتى الان كل ما مؤتمر قادرون باختلاف المؤتمر كل سنه له قوه، وكل سنه في جديد، وكل سنه في شخصيات تطلع جديده للمكان، مش مجرد شخصيات بتتردد عن كل سنه هم هم. اظن السنه الجايه ان شاء الله هيكون معانا عزه وديميانا برضو في المؤتمر القادم باذن الله مع سياده الرئيس وغيرهم وغيرهم كتير جدا. يا رب نفتح الباب صح للناس دي، تستحق فعلا ان احنا نكون مع بعض كلنا متساويين بكامل، كل ان احنا كلنا اعاقات في حياتنا طبعا، مش اعاقات جسديه فكريه وغير ذلك، ولكن عايز اقول ان الناس دي فعلا طاقه وقوه، وانا مبسوط جدا ان احنا في مصر في ظل الاحداث اللي بتمر الايام في مصر، يعني احداث الحراك اللي فاتت كنا احنا كاقباط متالمين جدا، يعني يهرب من وسط هذا الالم شيء يسعدنا ببنتين اقباط طالعين يتكرموا باسم شيرين ابو عاقله في روما ويرفعوا اسم مصر، شيء يشرفني جدا باسم مصر وباسم نجوم اف ام مصر. طبعا اكيد باسم راديو اف ام مصر طبعا، سي ان بين بجد برنامج قوي وبرنامج قد الدنيا وام الدنيا تقريبا. برنامج برامج فعلا بجد بيتكلم ست مصر بره في امريكا. انت حد قوي في مكانك وحد قادر قد ايه تدير الحوار بذكاء. شكرا ليك. شكرا امير. شكرا امير وبالتوفيق، وتروحوا وترجعوا بالف سلامه، ونعرض حاجات المهرجان كلها عندنا ان شاء الله. باذن الله هتواصل معاك عن كل ما هو جديد، وحصري من داخل روما على تواصل مباشر باذن الله. شكرا امير، ربنا معاك. شكرا. ميرسي يا فندم.